وقت اللي بنحكي عن حقوق الطفل فأبسط حق لهذا الطفل أنه يعيش ببيئة آمنة تقدم له الأمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي، وهذا الشيء حيكون تأثيره جدا إيجابي على نفسية الطفل. ولكن للأسف الفترة اللي عم نعيشها ما عم تحمل معها غير الخراب الدمار الحروب والدماء، وهذا الشيء أكيد تأثيره سلبي على نفسية الطفل. كثير من الأطفال ممكن بهي الفترة يتعرضوا لشيء اسمه صدمة بسبب الصور اللي عم يشوفوها. في أطفال اليوم موجودين ضمن الحدث، عم تكون الرؤية بشكل مباشر. هاي الصدمة ممكن تأثر على نفسيتهم في حال الأهل ما انتبهوا لهذا الطفل وما راعوا الوضع النفسي له. نحن اليوم كسوريين وخلال سنوات مضت من الحروب، كل حدا فينا بذاكرته في زاوية مظلمة تحوي عشرات الصور، المواقف، الخوف، الدمار اللي عشناه والفقدان لأشخاص مرقوا معنا بالسنين الماضية وفقدناهم. اليوم خلينا نضيف أحداث فلسطين، هذا الطفل اللي عم بيشوف الشاشات عم تعرض اليوم انهيار المباني، انهيار البنى التحتية، الأشلاء، الشهداء، اليوم حيعيش بنفسية جدا سيئة. ما بنعرف بعد كل هالسنوات إن كان بسوريا أو كان بفلسطين، هل نحن اليوم قادرين نحن نربي هذا الطفل بصحة نفسية سليمة ونطلع فيه لمجتمع يقدر يعطي الشيء الإيجابي؟ أسئلة كتير حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم، وهو الأستاذ عقاب نصر الحلبي، أخصائي تربية خاصة. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذ عقاب، أهلا وسهلا بحضرتك معنا لليوم. يعني فينا نقول أنه الحرب عم تمحي كل ملامح الطفولة، البراءة، يعني عم تحرم كل طفل اليوم أنه يعيش ضمن بيئة فيها كل الأمان والاستقرار. وعم نشوف المشاهد يلي عم تكون بفلسطين وغزة، هي المشاهد المؤلمة، هي المشاهد الدموية يلي عم تأثر على الكبار قبل الصغار. اليوم نحن محورنا، محور موضوعنا عن الأطفال. خلينا نحكي قدي مهم اليوم نربي أطفالنا بجو في بيئة من الأمان والنفسي. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. رحمة للشهداء والمفقودين والأسرى بفلسطين، نتمنى شفاء للجميع والسلام والأمان بكل البلاد العالم، مو بس بفلسطين وبسوريا. نحن اليوم الطفل إذا ما نشأ ببيئة سليمة معافى فحتما حيكون في عندي أضرار. يعني مثل ما نحن بننشأ ببيئة سليمة قادر الطفل على أنه يكون شخصيته المستقلة ويحصل على بيئة حاضنة يعبر فيها عن مكنوناته لحتى أنا أقدر أعيش بشيء من الأمان، الاستقرار النفسي الأولي لحتى ينعكس الشيء هذا الشيء، يعني عفوا الاستقرار، خلينا نقول على مستوى البيئه، حينعكس على الاستقرار النفسي عند الطفل. لما بده يكون في عندي طفل عايش بجو من الخراب، الدمار، البيئه، الاصوات، هي الاشياء كلياتها حتى رح يتاثر نفسيته، منه يتاثر قدراته العقليه وتاثر قدراته النطقيه كعمليه متكامله. هذا التاخير يعني بينتج لي عنه اضطرابات نطقيه او لغويه او ايا كانت، الى تاثيرات نفسيه والى تاثيرات بيئيه، حتى كلياته بيكون احيانا له تاثيرات اجواء الحروب، إلى تأثيرات سامة على صحة الطفل، على عقليته، على حتى التنفس والمعادن الموجودة بالجسم. طيب خلينا نروح لنخص اليوم الأطفال اللي موجودين خارج ساحة النار مثل ما بيقولوا، الموجودين ضمن الأحداث اليوم بفلسطين لا حول ولا قوة. يعني أنه يمكن هذا المشهد جيل ورا جيل تعودوا على هذا المنظر، صار عندهم مقاومة بعض الشيء. خلينا نقول في اليوم أطفال عم يتابعوا الشاشات، عم يتابعوا وسائل التواصل الاجتماعي، عم شوفوا اليوم صور أثرت فينا نحن كعمر، يعني قادرين نحن نتحكم بمشاعرنا بعواطفنا. هدول الأطفال هل هن معرضين اليوم ممكن يمرقوا بصدمة بسبب الشيء اللي عم يشوفه، أو ممكن اليوم أنه تمرق إذا قدرنا نحن ننتبه عليهم بشكل أفضل؟ خليني خبرك شيء، الطفل بين سنتين وأربع سنين هي فترة تكوين شخصية الطفل. لما بيكبر الطفل شوي هو عم ياخذ مخزون، لكن الطفل اليوم غير قادر على التعبير مثل نحن كأشخاص كبار، يعني قادرين نعبر أو نظهر. فالطفل دائما مرحلة كبت، مرحلة الكبت اللي عم بيشوفها هو عم بيشوف مجموعة صور، مجموعة أشياء، رسائل عم تنطبع بالذاكرة، عم تنطبع بالذات، عم تنطبع بداخله، حتظهر هي، حتظهر نتائجها بشكل سلبي للأسف، أما حتكون عبر ردات فعل سلوكية أو عبر ردات فعل نفسية. هي نفس المرحلة العمرية عم نحكي نحن ردات الفعل تمام. أو فيما بعد بيكون في لاحقا عم بتقوم، وخاصة بهيك حالة أحيانا بعد مرحلة الفقد بصير عندنا نوع من الاضطرابات الصمت الانتقائي. الصمت الانتقائي، الطفل بيميل للسكوت، لا يتحدث إلا مع من يرغب، يعني مع حالة معينة، بعد حالة نفسية معينة، بعد مثلا فقد أحد الأشخاص إلى ما هنالك، أو بهي الأجواء أو هي الأصوات. بعض الأطفال عم بصير عندهم من الأصوات الكبيرة، اللي أصوات يعني
القصف او ما شابه، بصير في عندهم عم يتاثر عندهم جهاز السمع. نعم. فهون عم يفقد شيء من حواسه، فللاسف عم يصير كمان عندي اضطراب نطقي عم بيسبب لي. هل هو يصير يعني ممكن يصير شخص اصم او ابكم بالكامل؟ لا، انما هو بده مرحله طويله من العلاج مع المعينات السمعيه. كيف الطفل ممكن يخبي هذا الشيء؟ احيانا تظهر ردات الفعل من خلال رسومات معينه، من خلال تواصل مع الاخرين، العلاقات، احيانا الانطواء بتكون ايضا. الوضع يعني موجود فيه الطفل لا يحسد عليه اكيد، ونحن عم نقول اذا كيف ممكن نحميه بهيك جو، يعني هو كل الاصوات القذ يعني حتى الحديث اليوم واقع استاذ، نحن واقع موجودين فيه. ونتيجة كلامك أستاذ ذكرت أنه اليوم عم بيكون في كبت عند هدول الأطفال، ما عم يعرفوا كيف يعبروا عن الشيء اللي عم يحسوا فيه، وفعلاً اليوم بتلاقي نتيجة تكرار هي المشاهد إن كانت على مواقع التواصل الاجتماعي أو إن كانت عبر شاشات التلفزيون، بتلاقي كتير من الأطفال بيبين عليهم، بيظهر أنه عن جد هنون خايفين، بيصير في عندهم أسئلة واستفسارات كتيرة. بينما القسم الثاني الأطفال يلي ما بيعرفوا يعبروا عن حالهم، ممكن يخفوا حزنهم، ممكن يتصرفوا سلوكيات عدوانية. طب هدول الأطفال أنا شو الأعراض يلي ممكن لاحظها موجودة عندهم كرمال أعرف كيف أتصرف معهم؟ تمام. هلأ بداية نحن نسأل دائما نحن الحالة الأساسية للطفل، السبب الرئيسي يعني شو هي، بنشوف الحالة الأساسية. إذا كان العائق دائما نفسي فهو حتما نحن نشتغل على مرحلة العلاج النفسي حتى نرجع ننتقل للعلاج النطقي. أما إذا كان المشكلة هي خلينا نقول يعني لفترة معينة لفترة معينة الطفل صار عنده شيء من الفقد، فهو بلش لفترة 3-4 شهور بدأ يتعافى تلقائيا، أو من شدة مثلا خوفه صار عنده شيء ما يسمى بالتأتأة المباشرة أو المفاجئة. هي بتكون إذا استمرت لستة أشهر فهي تأتأة دائمة أصبحت، أو بدها علاج أو تدخل. أما إذا كانت بسبب تأثير الصدمة اللي هو فيها الطفل فهي قد تزول، يعني تأتأة نمائية تزول مع الوقت عند الطفل. بدنا نزيل اول شيء المسبب الرئيسي اللي هو الخوف، الاضطراب النطقي، الهلع، اي شيء كان عايش فيه الطفل. اذا كانت حاله الفقد النفسيه بدنا نحاول نوفر له بيئه حاضنه، بيئه امنه للطفل، حنونه، في سواء مثلا بديل الام او بديل الاب او ان يكن او ايا يكن، حتى الطفل يقدر يرجع يتعايش ويتاقلم مع الوضع. طيب طالما ذكرت حضرتك اليوم انه نحن عم نحكي عن اضطرابات السلوك، وذكرت حضرتك موضوع اضطراب التأتأة، اليوم من وقت نقول نحن اضطراب سلوك عم نحكي على تضرر منطقه دماغيه مسؤوله عن اليوم مركز النطق، الكلام الى اخره. اليوم الطفل اللي بيتعرض لصدمه خلينا نقول وبيفقد النطق، هل ممكن تستمر معه الحاله او ممكن من خلال العلاجات نقدر نحن نرجعه لوضعه الطبيعي او حسب شده الصدمه؟ بالضبط حضرتك مثل ما تفضلتي، بناء على شدة الصدمة لحتى تزيل هي الأعراض اللي هي أسباب عميقة جدا بالنفس العميق عند الطفل عم بيكون في آثار لا تمحى بشكل بسيط وبشهر سي وجلستين وشهر وشهرين. هل يتشافى بشكل كامل؟ حتما، إذا كان هو شخص ما عنده أي يعني بالأساس خلينا نقول مراحله النمائية كطفل طبيعي ما عنده أي مشكلة، لكن أثناء هي الحرب، هي الفترة اللي مرق فيها صار عنده هي الصدمات وهي الاضطرابات، فهي قابلة للزوال بالكامل. بس من خلال مرحلة العلاج طبعا نس حسب شدة المشكلة، حسب درجتها، هو قطع مرحلة كبيرة. إذا ما صار عنده تضرر، بعض الأطفال اللي بيكون عندهم تضرر بمناطق دماغية المسؤولة عن النطق فهو حتما فقد النطق. تمام، ما بقى فيه يعني حتى مشوار العلاج ما حيأثر. تماما، إذا فقد، إذا تضررت المشكلة يعني تضرر خلينا نقول جذع الدماغ عند الطفل أو تضررت المناطق المسؤولة بالدماغ عن النطق فهي خلص. في نسبة كثير لهم أستاذ ممكن أطفال يعانوا من هي الفكرة أكيد نقطة، يعني فترة الحرب يعني كتير كان يجينا حتى عنا بالبلد كان كتير يجينا أطفال بسبب هاي المشكلة، يعني أطفال أصابتهم التأتأة، أطفال فقدوا الكلام بشكل كامل. اليوم يعني الكبار صابتهم التأتأة بهذيك الفترة تماماً. يعني مرقت سنوات كتير مظلمة كانت يعني. صحيح، ويمكن دائما الخاسر الأكبر بالحرب بيكون الأطفال ونفسياتهم. عم نحكي عن الصدمة، اليوم عنا مصطلح اضطراب ما بعد الصدمة، بيكون اضطراب حياة هدول الأطفال بنومهم بأكلهم بدراستهم بكثير من الأمور اللي ممكن تصير معهم. خلينا نوضح شو يعني اضطراب ما بعد الصدمة، شو أعراضه وكيف ممكن نحن نكتشفه. خلينا نقول ما بعد الصدمة نحن وشرة نلجأ لشيء ما يسمى بالإنكار أو انفصال عن الواقع. الأهل، الطفل، الطفل والأهل أحيانا، حتى يعني هي بشكل عام كاضطراب بصيب الكبار والصغار، فحتما ممكن أي حدا منا ممكن نمرق بهذا الشيء. أحيانا نحن كأشخاص بصير عندنا حالة وفاة أول يومين ثلاثة بعدين بنحس حالنا نحن أنه
في شيء، يعني مو اعتياد انما انكار للحاله، انكار للحاله اللي احنا فيها. فاللي بيصير معنا انه بيصير في عندي الطفل هون حاله من النكران او ابتعاد عن الواقع اللي احنا عايشينه هلا بسبب الاحداث. نحن بنرجع بنتعايش، بس شوي شوي مع مرور الايام بلش تطلع الاشياء النفسيه، ردات الفعل بتصير تظهر من خلال غالب الاطفال. خليني اقول لك تظهر من، اذا عم نحكي عن الاطفال نحن خص الـ 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 يعني في يصير عندي مثلا تراجع بالاداء المدرسي، سلوكيات غير مرغوب فيها ما كانت تظهر، عدوانية. بنيجي لأشياء مثلا بالنطق، بصير أحيانا بعض الأطفال يتعامل يتحدث بأسلوب أصغر من عمره، طفل صف رابع أو خامس لا يصير يحكي كطفل صف أول وما دون. هاي الحالة شو اسمها أستاذ؟ هون نحن بهي النقطة، هون هو هي من أعراض المشكلة، يعني الأعراض اللي صارت تظهر عليه عند الطفل. تمام. ما بعد دام نحكي نحن مرحلة النكران ما بعد الصدمة. بعد ما الطفل يرجع بلش تظهر هي المشكلة، بلش تتفاقم، إذا ما تتعالجت هون فهي تتفاقم بزيادة. أيضا أحيانا بعض التعبيرات الرسومات أو بعض الخطوط، يعني بعض الخطوط إلى مؤشرات تظهر من خلال كزة الألم، نحن عم نحكي من خلال شخبرة عشوائية ما إلى خلينا نقول إسقاط أي شيء على الورق، يعني هو تعبير عن حالة نفسية. فهون أيضا عندنا مشكلة. نعم. هلأ شدة المشكلة بتظهر أحيانا أخذ زوايا معينة، إذا عم نحكي نحن على الرسمة أخذ زوايا معينة بالرسمة بتكون ظاهرة. أحيانا رسومات الفقد، الأشخاص فقدين، إذا كان أب أم أحد من الأصدقاء، أو أحيانا تلاقي الطفل مثلا بيرسم مجموعة شو أطفال. بيرسم أستاذ بهاي الحالة؟ إذا طفل فاقد الأب مثلا تلاقي بيرسم الأب بشكل كبير بيعبر فيها، والأطفال أو باقي الأسرة بشكل صغير، هدول موجودين. هي تفسيرها كفقد الأب. الأم أحيانا بنلاقيها، أو تلاقي بعض الأطفال اللي عندهم فقد بعض الأطراف بيرسم طفل رسم إيده مقطوعة أو رجله مقطوعة أو كذا، بتلاقي الطفل عم بيعبر عن حاله بس هو ما عم بيقول لك انه انا ليش هيك، هو عم يرسم حاله. قد ايه اليوم بتفيدكم هاي النقطة جدا كأخصائيين لتقدروا تعرفوا اليوم مرحلة التأثر النفسي عند الطفل؟ حتى بتلاقي احيانا طفل بياخذ زوايا معينة ما بيرسم بكل الزاوية، بتلاقي بياخذ زاوية معينة هيك بمربع صغير بيرسم فيها كل شيء. السبب هذا انه هو ما اخذ المساحة الحرة للتعبير عن ذاته وعن مكنوناته، فبتلاقي الطفل بلش يعبر اكثر بهي الاشياء. بالفعل هي اسقاطاته النفسية عم تكون على الورق اكثر تعبيرا من انه يعبر كلاميا. لما بنيجي الطفل تلاقي احيانا الامهات، بعض الامهات او الاباء بيقول داخل المنزل داخل الاسره هو ما كثير شخص اجتماعي بيتفاعل بيحكي، بنلاقيه بالروضه او بالمكان الثاني. شو السبب؟ بنلاقيه هون تامنت البيئه اللي هو بيحتاجها الطفل، يعني مساحه حره ليعبر فيها عن حاله، بيحكي بينطلق بيرسم بكل شيء. نرجع على البيت ففي سبب من الفقد كبت يلي تماما عم بيصير عنا، هو موضوع الكبت. وقت اللي عم نذكر اليوم خطوات العلاج، اليوم هاي الخطوات غير ناجحه اذا ما كان في بين الأهل والفريق المختص بالمعالجة اتفاق اليوم نحن كيف نتعامل مع هذا الطفل اللي عم تعرض اليوم لنفسه ممكن تكون جسدية أيضا بالإضافة للنفسية. خلينا نحكي عن دور الأهل، يعني أو خلينا نركز على نقطة النكران. اليوم في أهل كتير بيرفضوا اليوم أنه ابنهم عنده هاي الحالة، بيضل مخبى بالعتمة. خلينا نقول خلينا نحكي عن الأهل اليوم دورهم وقديهن مهمين بحياة هذا الطفل ليرجع إنسان طبيعي. هلا نحن عم نحكي لحتى يرجع يتعافى، خليني هيك نوه لنقطة. اليوم إذا ما كانت قدرات الطفل العقلية سليمة مرحلة العلاج حتكون جدا ضئيلة، يعني خفيفة، أو التقدم حيكون والتطور بطيء. إذا ما كان في تعاون بين الأسرة والفريق المختص أيضا النتائج لم تكون بالمستوى المطلوب. يعني خلينا نقول نحن مثل اليوم أنا عم بحرم ابني من شيء، خلينا نقول عم بمنعه عن شيء تصرف معين، بيرجع على البيت هو ما عنده أي ضبط، فإذا المشكلة أو النتيجة ما رح تظهر. بعض الأهالي أما من ناحية النكران هو ما فيه شيء، الطفل عم يضل الطفل مخبى إنه أنا ما فيه شيء. دائما هي فكرة إنه ما فيه شيء، شو يعني ما فيه شيء؟ عادي هو، هو تعبان شوي، هو أبوه تأخر، أبوه ما بيحكي، أنا ما كنت صغيرة ما أحكي كتير، أنا ما بحب، يعني هي دائما نعمل إسقاطات للجينات تبعت الأب والأم حتى نرمي عليهم البلاوي بتكون النفسية الموجودة عند أطفالنا. حتى الأم أحيانا بصير في صراع الأب والأم بقى هون إنه هي وأهلها هيك، الاب اهلك انهم اللي هو واهله، عرفتي انه انا لا ما عندي هيك. لما نرجع احنا بالفكره، مو يعني هي الفكره مو انه جينات او كل شيء، مو كل شيء اليوم بمجال العمل انه هو يسقط او الاضطرابات تسقط جينيا، في كثير من المسببات مكتسب كمان. تماما، في شيء نفسي في شيء بيئي مكتسب كله بالغالب. فلما بيكون في حاله متاخره بيجوا الاهل بمرحله متاخره 8 سنين 9 سنين، يعني اليوم بتجينا امهات اليوم اكتشفت انه طفلي سمعه كذا،
10 سنين، اليوم اكتشفت انه هو ما بيحكي، انه ليش تاخير هذا؟ واضح الطفل بعمر سنتين ونص اذا ما اعطاني حوار كامل في عندي تاخر، اذا الطفل بعمر 3 سنوات أو 4 سنوات غير قادر على الاكتساب التعليمي الصحيح فاذا عندي مؤشرات تاخر نمائي او صعوبات تعلميه، طفل ما مشي بعمره الصحيح عندي مؤشرات تاخر حركي. هي الاشياء البسيطه سواء مسكه القلم سواء الحوار التواصل بالبصر، هي الاشياء كلياتها هي مؤشرات تطور طبيعيه عند الطفل، اذا صار في تاخر ضروري يكون الاهل عندهم وعي فيها حتى يساعدوا طفلهم، لانه كل ما تطورت المشكله نحن قطار عم بيفوت. تمام استاذ عقاب، كنا بنعرف اليوم انه نحن بعصر الانفتاح بعصر التطور والتكنولوجيا، اليوم بتلاقي اي طفل بعمر صغير معه موبايل عنده صفحه على الفيسبوك، اليوم كثره المشاهد اللي عم تكون موجوده نحن ما عم نقدر نوقف الطفل يشوف هي المشاهد، طيب اليوم الاهالي بالبيت كيف ممكن يضبطوا هي المواقع، كيف ممكن يراقبوا وينتبهوا انه طفلهم ما عم يشوف هي المشاهد، شو النشاطات يلي ممكن يلهوهم للاطفال عن هي المشاهد؟ هلا هون ما فينا نكون هيك شوي اشخاص مثاليين ونقول بخلي طفلي يشوف هاي المشاهد، تمام، لانه ما فينا ننكر ببساطه نحن بدنا نوظف الحاله. يعني كثير من الاطفال اليوم عملنا عديد من الانشطه الاسابيع الماضيه مع مثل اطفالنا شو أستاذ يعني؟ مباشره حولنا يعني من خلال مشاركتهم وتضامنهم مع ابناء اطفالنا اهلنا بفلسطين من خلال رسوم الاطفال على الوجه، خلال ايصال رساله، تعليم الطفل على رقصه واغنيه تختص بالوضع الموجودين فيه، هي النشاطات اللي هي بتناسب عمر طفلنا، احنا نحكي خارج طبعا يعني المنطقة المتضررة، لما اطفالنا بتشوف على اليوتيوب او على التلفزيون او حتى بتسمع الحديث، يعني هو حديث الناس اليوم بشكل متكرر، حديث الشارع اكيد بالضبط، فبدي الطفل بده يرجع يسال، اكيد ما راح نجي نحن على دماء والقصف والقتل و و و لانه الطفل ما راح يربع هي بصراحه المفاهيم اللي اكبر من استيعابه، خلينا نوظف له من خلال انشطه رسم، انشطه حركيه، يفهم هو شو يعني هي البلد، شو مين الاشخاص موجودين، لكن ما نفوت بفكره عدو قتل وقصف، يعني مو ناقصه اساسا نحكي بلغه مفهومه اكيد أكثر. لغه اقرب لسنه بس بعيده، عم اقول لك بتكون بعيده عن الشيء اللي المفاهيم العنصريه الثقيله نحن ما بنقدر نقبلها كمتربويين، بالتالي ما بيتاثر طفلنا كمشاهد من الخارج، هو لما بيشوف انه اوكي بيشوف فلسطين، بيتعرف على احيانا البلدان او المحافظات الموجوده، انشطه بسيطه الام تقدر تبتكرها حتى الطفل ما يبتعد. هلا كثير اطفال اليوم صارت تحب، يعني لاحظناها الفتره الماضيه عم يلبس السلك والكوفيه، انه في اي طيب هي تراث جميل القصة، بس ما نبتعد أهم نقطة عن المصطلحات النارية، مصطلحات تأذي الطفل. آسية اليوم مثل ما ذكرت أستاذ كثير مهم اليوم نحن نشر ثقافة القضية الفلسطينية عند الأطفال، يعني بحسب أعمارهم نقدر نعطيهم المعلومات بحسب مستوى الفهم عندهم، يعني اليوم عم ذكرت أنشطة رح نرجع نحكي بأكثر بهذا الموضوع، ولكن اليوم خلينا نحمل مقارنة بين طفلين اثنيناتهم تعرضوا لهيئة الصدمة، طفل الأهل فورا لجأوا للأخصائيين وراحوا برحلة العلاج وأهل أهملوا الحالة والطفل كبر عليها، خلينا نقارن بيناتهم الفروقات. فروقات رح أحكي على طفل مرق بذات الظروف، يعني طفلين مرقوا بذات الظروف، طفل أدركوا المشكلة بعمر 3 سنوات خلينا نقول، تضرر سمعيا بسبب الأصوات القوية، طفل نفس المشكلة وبنفس البيئة بس أهمل. هون نحن تراجعنا نطقيا، الطفل يلي صار عنده خلينا نقول تضرر سمعي، صار في عنده فقد باللغة، فقد بالكلام، بالحوار، تراجع بالقدرات العقلية، بالاكتساب التعليمي، إهمال، انطواء أكثر، صرنا نميل للغة الإشارة لأنه أسهل صارت بالنسبة لنا، بينما هون طفل بعمر 4 أو 5 سنوات أو 10 سنوات حتى الأهل لحقنا، بلشنا بالعلاج النطقي، تمييز السمعي، بلشنا نشتغل عليه أكثر على مهارة تتابع السمعي، تمييز الأصوات، حوار، دمجه اجتماعياً، الاعتراف في المشكلة، دعمه نفسياً، وصلنا لمرحلة هو صار أفضل، تجاوبه أحسن، صار عنده نسبة تركيز أعلى لأنه هو صار عنده ناحية فقد سمعي معين، فصار هو يعود هذا الشيء من خلال انتباهه، مراقبته للشفاه، مراقبته للحركات، للإيماءات الجسدية والوجهية، صار يفهم أكثر، بالتالي اكتسابه التعليمي كان كتير جيد، أفضل من طفل يلي أهمل. قد يكون أحيانا عندي تفوق أو دراسي بشكل كتير جيد، أحيانا يكون متوسط التعلم دراسي بسبب المشكلة اللي صارت معنا، بس نفسيا نحن عم نكون أشخاص أقوى.
تمام. وحكينا كثير عن الأطفال اللي عم تشاهد هي المشاهد المؤلمة اليوم، خلينا نركز ونحكي بالتحديد عن طفل بغزة اليوم. يعني فينا نقول يوميا عم بيكون عندهم فقدان لحدا من أهاليهم، لبيوتهم، للأشخاص اللي بيعرفون. هذا الشيء اليوم قديش عم بيأثر على الطفل؟ هي المشاهد قديش رح تبقى بذاكرته؟ هون شو نوع هي الصدمة؟ كمان بيقولوا لك إنه في كثير من الأشخاص كيف عم يطمنوا هدول الأطفال؟ عم بيقولوا لهم إنه الصاروخ هو بيموتك بيقتلك، إذا ما رح تحس أبدا، وهذا الشيء عم يطمنه. خلينا نحكي عن هي الحالة اليوم من الصدمة الموجودة عند الأطفال. ما في كلام بيعبر ما في كلام بيعبر عن وصف هيك مشهد وعن نفسية الطفل بهيك مشهد وبهيك وضع بهيك أصوات بهيك بظل هي الظروف. برضو كل شيء عشناه ما زلنا اللي عم نشوفه أقسى وأقوى وأصعب بصراحة. طفل موجود تحت الركام أو طفل، يعني الأطفال لما عم نشوفهم عم بيودع أمه بسيارة الإسعاف أو فريق الدعم النفسي أو فريق الهلال الفلسطيني عم بيكون موجود معهم، شو بده يقدم؟ شو يعني ما في شيء بيعبر. تلاقي الطفل صمت 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 كامل، بس عم بيراقب شو بدي ساوي شو بدي أعمل. أطفال بتقول في يعني بعض المشاهد اللي علقت أنا بعرفها، هي أمي، هي من شعرات أمي أنا بعرفها. شفناها يعني كثير أثرت هاي اللقطة بالرأي. صدقاً نحن كأشخاص كبار تأثرنا جداً وما زلنا مثل ما تفضلنا حضرتك ببداية الحلقة نحن عن جد قادرين على ضبط العواطف أحياناً والمشاعر. كأطفال هدول أبداً المشاعر أبداً متلخبطة. عم يعيشوا اليوم على روحهم، يعني على فطرة الخير فطرة اللي هم خلقوا عليها. بالنهاية بنشكر حضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما بنقول الصحة والسلامة للجميع وخاصة الأطفال اليوم. هنون أمل لأهليهم، أمل لبكرة لهذا الوطن اللي بحاجة لحد اليوم أنه يسنده. شكرا لك أستاذ عقاب نصر الحلبي اختصاصي تربية خاصة، شكرا لك. وأكيد يعني كل السلامة للجميع. الله يحمي أطفالنا ويرحم جميع الأطفال.